فكره في دجله طبعا الشناوي عظيم. انا عايز اقول حاجه ان في دجله كل واحد منظومه دجله عامه كل واحد عارف دوره ايه ودي مهمه جدا. ما بتلاقيش حد بيتدخل في شغلك كل واحد عارف دوره ايه. تاني حاجه التعاون كويس قوي بين الثلاث قطاعات عندنا في دجله بين الفريق الاول كابتن وائل وكابتن الشيخ وكابتن نشوه معايا ومع كابتن شيماء ومع كابتن نوره ومع كابتن مريهان في البراعم هتلاقينا على طول مع بعض. طريقه اللعب طريقه لعب الناشئات لازم تبقى نفس طريقه لعب الفريق الاول. ما ينفعش انا العب بطريقه لعب انا علمها للناشئات هم مش هيلعبوها فوق. ما ينفعش صح. لازم يبقى فيه تطور صح. ما شاء الله احنا بنقول كده برضو في الكره بتاعه القدم اللي جامده ما بتتعملش يعني لا هي دي على فكره احنا الكلام الصح المفروض يتعمل. لا والناشئين يعني. ولاد عندنا ما على فكره الناشئات او الناشئين عندنا في دجله مستر ماجد سامي هو حاطط بند هو ما بيدورش على بطوله في الناشئين والناشئات هم حيل. عنده هدف انت هتصعد كام لاعب يلعب في الفريق الاول. ممتاز. طريقه اللعب متعه الكوره دايما احنا بنقول للناشئين او الناشئات استمتع وانت بتلعب هايل ما تلعبش ان انت تحت ضغط عصبي لا العب انت ما بتطلبش منك. وانت كمان في لعيبه اتدربوا معايا كتير طلعوا بعد كده في اوروبا في طبعا سارة عصام عندي وعندي طبعاً. رنيم وكل دول اللعيبه وليلى ليلى شريف وكل دول ودنا ودنا كل دول سافروا بره هايل. كمان دجله عندك بيبقى فيه طموح للعيبه كرة القدم النسائية مشهورة في دجلة. انت عندك الأندية التانية ممكن تلاقي كذا لعبة. لا كرة القدم النسائية انت عندك لو مشيت في الشارع دلوقتي في إعلانات هتلاقي فيه لعيبة كرة القدم النسائية السكواش الحاجات دي في دجلة. لا الدجلة مهتمين بكرة القدم النسائية. انا جاي لك بسؤال صعب قوي جه في بالي دلوقتي. انت حارس مرمى فريق وادي دجلة حارس مرمى اساسي فريق اول مظبوط كده طبعا وخدت دوري الحمد لله. كم مليون في السنة؟ 20 20 ولا 30؟ لا 20 مليون شويه 20 اقل شويه قول 15 مثلا قول 10 انا عارف انا بهزر طبعا. طبعا كنت القدم انا بعمل اسكواد طبعا مش عايز اعرف بتاخدي كام. لا هو ما بتتقارنش بالرجاله. هو ده اللي اقصده يعني لو ما فيش ارقام ها هو ده اللي نفسنا. عندنا حارس ما بيخشش فيه ولا هدف هتلاقيه بياخد رقم خزعبلي اكيد طبعا. ليه بقى؟ انت دايما الارقام دي بتبقى قليله بالنسبه لكم مش وادي دجله. مش بتكلم على وادي دجله بس الكره النسائيه عقود اللاعبين فيها بتبقى قليله. هو لسه بصراحة ما تعملناش عقود. هي بداية شهر 7 هيبتدي يتعمل عقود اللعيبة لأن احنا الدوري أبطال أفريقيا احنا دخلنا فيه السنة دي يعني هيتعمل. بس ده شرط بقى أن أي نادي هيشارك لازم اللعيبة بتاعته يكون معمول لها عقد. هايل. فمن أول شهر 7 هيبتدي العقود. على فكرة احنا السنة اللي فاتت اشتركنا في أول بطولة أفريقية للأندية. طبعا طبعا طبعا. أنا عايز أقولك حاجة بيشترط أن البطولة دي قدرت فيها بمباراة على فكرة. بالظبط. أن أنت لازم احنا ما وفقناش بس تمام. أن لازم يكون كل حاجة احترافية. المدربين العقود بتاعت المدربين المرتبات الدكاترة اللعيبة نفسها لازم يكون عندهم عقود. وده اللي السنة دي وادي دجلة هيعملوه وده أول نادي هيتعمل في مصر في كرة القدم النسائية إن كل لاعب يبقى ليه عقد. طيب ما عشان ده يحصل عشان يبقى يعني أكثر صراحة يعني ما أنت مثلا ممكن تبقى أنت شايفة أن أنا فعلا حارس كويس وأنا عايز أبقى زي لعيبة الكورة وأخد عقود كويسة. وده سؤال ليكم أنتوا الاثنين. هل في سبونسرز؟ هل في رعاية كاملة؟ هل في فلوس بتدفع للفرقة دي؟ ما أنا لو أنا إدارة نادي وعايز أدي عقود للنجوم عندي مش هقدر اديهم فلوس الا لو بيخش لي فلوس بسببهم. هل بدات الناس تخش وتانفست وتصرف على الكره النسائيه ولا لسه الكلام لا لسه. لسه طبعا لسه, لسه, لسه طبعا. متاخرين فيها شويه طبعا. دي مشكله كبيره بصراحة. اكيد طبعا. طيب انا عندي سؤال ليكي مهم جدا. بشوف في اوروبا بعدد قليل مش دائما يعني مدربات بتشتغل مع فرق رجاله فرق ولاد. هل ده من طموحاتك؟ هل ده بتفكري تعمليه؟ على فكره كانت بدايتي في بدايتي كانت في نادي الجزيره كنت ماسكه فرقه ولاد هايل كانوا تحت 13 سنه ودخلت بيهم بطوله قطاعات وعملت معاهم شغل كويس. مفاجاه حلوه دي مفاجاه حلوه دي برافو عليك. وكانت الولاد مرتبطه بيا جدا وانا كنت مرتبطه بيهم بس قلت حاجه في مدربين رجاله كتير قوي انا ايه شغلي الاساسي؟ لا البنات انا شايفه كمان ان موضوع الناشئات لو ان اهتموا بيها في مصر والبراعم مصر هتختلف خالص في كره القدم النسائيه. المدارس المحافظات الصعيد بني سويف انت بتروح تلعب افريقيا ما بتعرفش ان دول بنات ولا اولاد وانت جوه الماتش يعني انت لو جمهور بره انت ما بتبقاش متاكد ان دول ولاد ولا بنات اللي بيلعبوك عشان تقابل الناس دي
لازم يبقى في موضوع الكشف عن الولاد او البنات نفسها لازم يكونوا من مناطق هم بيتعبوا فيها زي مثلا بني سويف زي اسوان زي الحاجات دي البيئه نفسها بتاعتهم نوعيه اللعيبه ان هم بيستحملوا ازاي يلعبوا في افريقيا الحاجات دي مهمه جدا طبعا تاني حاجه انا شايفه ان المدارس لسه فيه نقدر ندور على لعيبه موهوبين في بطولات المدارس بس للاسف يعني موضوع البطولات المدارس بكتشف ان احنا عشان نعمل بطوله مدارس في كره القدم النسائيه يروحوا جايبين لك اللعيبه اللي في الانديه يشاركوهم في بطولات المدارس طب ايه الهدف صح يبقى ما نشحن انا عملت ايه الهدف زمان 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 قوي كانوا بتوع العاب القوه وكره القدم الولاد او كده يروحوا يدوروا في المدارس على اللعيبه اللي ما بتلعبش في انديه هم ده الهدف بتاع بطولات المدارس مزبوط. لكن مش الهدف ان انا اخلي الولاد والبنات اللي بيشتركوا في انديه هم اللي بيلعبوا في بطوله المدارس لا طب ما دول كده كده بيلعبوا في اوريدي بيلعبوا في نادي يعني وعندهم ناس تشوفهم ومدربين يمرنوه صح لا احنا لازم ندور على ناس جديده وده طبعا ده دور دكتوره دينا الرفاعي شايفاها انا مهتمه بكره القدم النسائيه صحيح وانا اتكلمت معاها مقابله شخصيه وقلت لها لازم نهتم بالناشئات والبراعم وهي قالت لي ده اكيد وعشان نطور كره القدم النسائيه اكيد لازم نهتم بالبراعم والناشئات وموضوع المدارس ده اكيد لازم نعمل له مشروع كبير من اسبوعين استاذه دينا الرفاعي كان في مكالمه جمعتنا وقعدت تحكي معايا في حجم المجهود وقالت لي انه من اصعب الملفات ملف الكره النسائيه وبدات تحكي معايا وقلت لها حتى ان انا يعني تبقى تنورني هنا ضيفه عزيزه عشان نتكلم في الامور دي عشان انا بتكلم معاكم في القصه دي انا شايل هم يعني شايل هم فكره انه لا الكره النسائيه تستحق كمان اهتمام يعني بصراحه احنا خدنا خطوات عشان نبقى اكثر امانه وصراحه بس لسه كتير احنا مشوار طويل قوي أكيد طبعا.